السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم بوصفة جميلة جدا جدا لتطويل الشعر وتكثيفه. وصفة بجد جبارة ونتيجتها هايلة وممتازة. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم كده، الوصفة هتكون عبارة عن مكونين اتنين فقط. بس قبل اي حاجة عايزة اقول لكم، لاول مرة يدخل القناة بتاعتي ما ينساش يعمل اشتراك ويفعل الجرس ويوصله كل جديد ان شاء الله. ونشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة ايه. معايا مكونين اتنين من الوصفة بتاعتنا، هما معلقة كبيرة من الزعتر ومعلقة كبيرة من اكليل الجبل. اكليل الجبل ده له كذا اسم، مثلا اكليل الجبل بنقول عليه، في ناس بتقول عليه روزماري، وفي حشيشة العرب، وكمان له اسم ندى البحر، واسم كمان النبات القطبي، وفي المغرب بيقولوا عليه ايزير. ده اسماء اكليل الجبل. تمام. كمان الفوائد بتاعته، بيعالج البكتيريا في الشعر، بيقوي البصيلة، بينشط الدورة الدموية، بيعطي لمعان طبيعي للشعر. ده كده الروزماري بتاعنا او اكليل الجبل اللي احنا بنقول عليه. طيب الزعتر، الزعتر طبعا فوائده كتيرة جدا جدا، ومهما نتكلم عنه مش هنوفي بالفوائد بتاعته. تمام. في نوعين اتنين من الزعتر، في زعتر اللي هو العادي والزعتر البري. الزعتر البري اللي هو بينمو في المناطق الجبلية، يعني ما بيتسقيش، بيطلع كده طبيعي بشكل طبيعي، بينمو بشكل طبيعي. تمام. لكن اللي هو العادي بيتسقي، طبعا اللي بيزرعوه بيسقوه. دي كده الفوائد بتاعت المكونات بتوعنا. عايزه اقول لكم ان النتيجه بتاعتهم بجد ممتازه جدا جدا. تعالوا نشوف هنعملهم ازاي. دول المكونين، معلقه ومعلقه. هجيب معايا الحاجه اغليهم، معايا حله ماشي او كسرولة، اي حاجه عندك ألمونيا تكون بتحفظ درجه الحراره. احط فيها معلقه الاكليل الجبل ومعلقه الزعتر الاثنين على بعض، واحط عليهم كوبايتين اتنين ميه من السخنه، كوبايتين ميه سخنه. عايزه اقول لكم لو كمان الروزماري او الاكليل الجبل لو اخضر هو والزعتر، بتبقى نتيجتهم برضو ممتازه حلوه. اللي موجود عندك ومتوفر اعمليه نفس الطريقه، هغليهم على النار بس هغطيهم علشان الزيوت الطيارة اللي فيهم ما تطيرش مني، احتفظ بيها. فأهم حاجة ان انت وانت بتغليهم على النار تغطيهم كده، هيغلوا على النار وبعد كده ارجع لكم تاني. بصوا كده بقى، اول ما غليته خلاص، اول ما غلى على النار غلوة التانية زي ما انتوا شايفينه كده. هعمل ايه بقى؟ هسيبه ليلة كاملة على زي ما هو كده في الحلة ليلة كاملة، هيخرط كل الفوائد اللي فيه في المية بتاعته، وان شاء الله تاني يوم بقى نشوفه مع بعض هيبقى شكله عامل ازاي وهنستعمله ازاي ان شاء الله. بصوا بقى كده يا حبايب قلبي، بعد خلاص ليلة كاملة لما غليت الاكليل الجبل بتاعنا والزعتر، غليتهم سبتهم ليلة كاملة في التلاجة في الحلة، ما صفتهمش، خرطوا كل الفوائد بتاعتهم والخلاصة كلها بتاعتهم نزلت في المية. بعد كده بقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. حطيتهم في بخاخ زي ما انتوا شايفينه كده. هنعمل ايه؟ تاخدي منه كل يوم ترش على فروة راسك كلها، يعني على الفروة كلها ترشي بالبخاخ ده كده بالشكل ده كده على فروة راسك كلها ان شاء الله يوميا. اللي مش هيقدر يستعمله يوميا تستعمليه مرتين على الاقل خالص في الاسبوع. نتيجة ان شاء الله هايلة وممتازة بامر الله، تعجبكم جدا جدا الطريقة بتاعتنا والوصفة دي ان شاء الله لتطويل الشعر بتاعنا. الاول مرة يدخل القناة بتاعتي ما ينساش يعمل اشتراك ويفعل الجرس ويوصله كل جديد ان شاء الله، واسيبكم في رعاية الله.